على طول شوارع طنجة تجد عناصر الأمن بمختلف رتبهم مرابطين في حواجز قضائية وعلى نواصي الأزقة والمدارات من أجل تطبيق قانون الطوارئ الصحي ولزجر كل المخالفين. منذ أن أعلنت السلطات العمومية على ضرورة حيازة رخص التنقل بعد فرض حالة الطوارئ الصحية، جندت ولاية أمن طنجة لهذا الغرض كل فرقها بمختلف مكوناتهم ورتبهم للوقوف على التطبيق الحرفي للتعليمات الصادرة في هذا الشأن. فإذا للاستراتيجية المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني والمتمثلة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، لا سيما في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، فإن ولاية أمن طنجة تواصل مجهوداتها من أجل السهر على الأمن الصحي للمواطنين وكذا الحماية أرواحهم وكذا ممتلكاتهم بتنسيق تام مع السلطات المختصة في هذا الصدد عن طريق تفعيل المقتضيات للقانون حالة الطوارئ الصحية وكذلك مواكبة جميع القرارات الصادرة عن السلطات العمومية في هذا الصدد. وعلى مدار 4 أشهر من العمل المتواصل زجرت المصالح الأمنية بهذه المدينة أزيد من 6000 مخالفة لبنود مسطرة الطوارئ، وتهم هذه المخالفات إغفال ارتداء الكمامات الواقية والجولان دون ترخيص وخلق التجمعات، مخالفات ساهم في ضبطها تطبيق إلكتروني وضعته المديرية العامة للأمن الوطني من أجل الاتصال والتواصل مع المواطنين. وليس أن طنجة تضع رهن إشارة المواطنين ورهن إشارتهم، كذلك تطبيق إلكتروني وضعته المديرية العامة للأمن الوطني من أجل مراقبة أشخاص المخالفين، تطبيق إلكتروني كذلك يوجد بقاعة القيادة والتنسيق من أجل اتصال والتواصل مع المواطنين من أجل ضبط أي مخالفة وكذلك التبليغ عنها. وضعت ولاية أمن طنجة كل الأطقم الشرطية ديالها وفق خدمات شرطية وخدمات أمنية مقدمة داخل جميع مصالحها دون توقف من أجل هدف أساسي ألا هو الصحة العامة لجميع المواطنين، والتي هي رهان أساسي للمديرية العامة للأمن الوطني. ورغم خطورة العمل في هذه الظرفية، ظلت العناصر الأمنية في الخطوط الأمامية تقدم صورة مهنية لدور الشرطة في تثبيت الاستقرار وحفظ الأمن والصحة العمومية في ظل وضع يشوبه الحذر من عدو غير مرئي.